سرعت مطاعم تايوان تقديم أطباق قد تعد. فبعد تربية التماسيح في المزارع التايلاندية لتبلغ 3 أعوام ووزنها 30 كيلوغراما، تقدم هذه الحيوانات على موائد مطعم وانكشينغ على شكل أطباق مخالب التماسيح والذنب والجلود، إضافة لشوربة هذا الحيوان التي هي الأكثر شعبية. أما طعم هذه اللحوم فهي شبيهة بالسمك والدجاج، وجلودها هشة ولذيذة بحسب متذوقيها.